هذا اللسان، هذا اللسان البقري بحوالي كيلو ونص، مغسول منظف. نقوم نسوي له شقوق. هذا راح اسلقه اليوم، راح اسويه مثل ال شو يسموها المازه البارده. هسه ورا ما زرفناه هالشكل، نجيب البسمار او القرنفل نبدي نحشيه حتى ياخذ الطعم من الداخل. انا مسوي الجهة الثانية، سويت الجهة الثانية بس للاختصار. وعدنا هيل، نخليه ونستمر. ورا ما ترسناه وحشيناه هذا اللسان بعد التنظيف، ناخذه ونخليه بمي حار بالجدر، ونخلي له فلفلة يابسة حارة، عود الدارسين، ورق غار، وتبقى كم شوية هيل و وبسمار او قرنفل، وننتظره يغلي حتى بس نشيل القشة الزفر من عنده او قشرة الزفرة. وهنا أنا نواظب على رفع الزفارة اول باول. فص كامل من الثوم نقشر، حامض، بعد ما شال تقريبا اكبر كمية من الزفر نجيب جدر الضغط ونغطيه. وننتظره. طبعا هاي مي ناشفة. ونخلي بين 25 إلى 30 دقيقة جدر الضغط، نقفل عليه. هسه بعد ما صار واستوى وشوية برد نرفعه. يا الله، نبلش نقشر الجلد الخارجي، شوفه يطلع بكل سهولة. شوفوا هذا الهيل والقرنفل كلها موجودة ومقشرة. يعطي القرنفل اللي انطلمونه. شوف التقشير شلون سهل، كلش سهل. بعد ما نظفناه نقوم بتقطيعه الى شرائح.
هاي الشريحة تصير هيجي ونستمر. تخليه بعلبة طعام، نضيف له شوية دبس الرمان، زيت الزيتون كلش مهم وضروري حسب الرغبة، وأخيرا الثوم والليمون. ونقبله ونخليه بالثلاجة لمدة تقريبا تعتبر طويلة حتى ياخذ الطعام وتكون ألسنة باردة، تقدرون تفتحوها ويا الساندويتش، تقدرون تخلوها تاكلوها دايركت ولها طعم. نطلعها همين دائما، نحاول نقلبها حتى تاخذ اكثر طعم. وألف ألف عافية.